تصرف ايش تنهو؟ وين الباب بالضبط؟ مش صيد هون؟ مبلا بس باب ايش؟ شلف 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 عنده حديد هاي عنده ببينه ولا سلسل الباب ولا نشر الباب يا من ياك ولا نلوق انو ادهم اكيد شو هدول بعد 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 تخزور يا مزدين تخزور مين اللي بده يشيل ترك اكيد الخبر إذن متابعينا الكرام متابعين وكالة جيميديا عبر البث المباشر نحن الآن متواجدون في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله والبيري حيث اقتحمت قوات خاصة في هذه الأثناء إحدى المباني السكنية داخل بلدة بيرزيت في منطقة المرج ومن ثم لحقت بها الآليات العسكرية وفي هذه الأثناء متواجدون في منطقة المرج حيث يوجد هناك أنباء عن اعتقال الشاب أدهم أبو عرقوب من بلدة بيرزيت. إذن نسمع الآن مشاهدينا الكرام أصوات لمحاولة خلع أو تكسير إحدى الأبواب لا نستطيع الاقتراب أكثر لنعلم ما الذي يجري ولكن هناك أنباء عن اعتقال الشاب أدهم أبو عرقوب من بلدة بيرزيت. إذن كما نشاهد تم إيقاف إحدى المركبات التي كانت
تمر من هذا الطريق، حيث اقتحام لقوات الاحتلال لمنطقة لبلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله والبيرة. إذن هذا المكان يعرف بمنطقة المرج داخل شمال مدينة رام الله والبيرة. إذن هناك أنباء عن اعتقال لأحد الشبان، وكما نسمع وإياكم هناك محاولة لكسر وخلع إحدى الأبواب، سواء إحدى الأبواب في هذه الأثناء. إذن مشاهدينا الكرام، ما زالت قوات الاحتلال تقوم باقتحام بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، حيث الاقتحام على منطقة المرج داخل بلدة بيرزيت، حيث هناك أنباء عن اعتقال أحد الشبان من البلدة وهو أدهم أبو عرقوب. إذن على ما يبدو الآن يتم الانسحاب. ما انسحبوش، دخلوا جوا. شغل السيارة. إذن شاهدنا وإياكم لاقتحام بلدة بيرزيت، ابقوا معنا متابعينا الكرام عبر وكالة جي ميديا لنوافيكم بكل جديد. دمتم في أمان الله.